اهلا بيك مع تاني فيديو في سلسلة تعالى اقول لك على 10 فوائد او اضرار لي. وفي الفيديو ده تعالى اقول لك على 10 اضرار للفاست فود. وقبل ما نتكلم في اي حاجة، لو انت حامل ركزي معايا في رقم 9، ولو انت عندك اطفال برضو تركز معايا بس في رقم 10. 1. الاصابة بمرض تصلب الشرايين. 2. الاصابة بمرض السكري، ولو فاكر في الفيديو اللي فات احنا ذكرنا عكسها. 3. زيادة الوزن والإصابة بمرض السمنة. 4. ضعف الذاكرة، وبرضو ذكرنا عكسها في الفيديو اللي فات. انت لسه ما شفتش الفيديو اللي فات؟ ازاي الكلام ده؟ 5. يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب. 6. تسبب العصبية وفرط الحركة. 7. تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض الغدة الدرقية. 8. و8 بقى دي عشان تعرفها لازم تروح تشوف حصل ايه مع محمود في الفيديو اللي قبل اللي فات، وترجع لي تاني عشان نشوف الست الحامل ونشوف الاطفال. 9. انت تعرفي ان انت لو حامل وقعدتي تاكلي كتير من بره، انت معرضه ان انت يجيلك حساسيه او ربو، ومعرضه كمان انك يجيلك سكري للحمل او يجيلك تسمم حمل. 10. انت تعرف انه ابنك لو متعود ياكل كتير من بره ان ممكن يحصل له نقص في الفيتامينات وفي المعادن، وده بيؤدي للإصابة بأمراض الهشاشة في العظام وتسوس الأسنان، وكمان معرض جامد إنه يجيله إصابة بأمراض الحساسية والإصابة بالإمساك، وطبعاً طبعاً طبعاً بيزود السلوك المعادي عند الطفل وبيسبب فرط الحركة واضطرابات النوم. وده كان نهاية الفيديو، وبما إن آخر ضرر كان بيتكلم عن الأطفال فإن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن سوء التغذية عند الأطفال. أشوفكم الفيديو الجاي، وما تنسوش كابتن شوشة عمره ما هيخليك بلوشة.